بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بداية الأمر أستسمح طلبة السنة الأولى من التعليم المتوسط، كما أستسمح أولياءهم بسبب التأخر في إدراج نماذج لاختبارات الفصل الأول لهذا المستوى، وذلك لالتزاماتنا المتعددة فلم نتمكن من إدراجها في الوقت المناسب، فنستسمحكم على هذا التأخر، وحاولنا أن نستدرك هذا التأخر بانتقاء واختيار نماذج أو مجموعة من الاختبارات التي أجراها الزملاء الأساتذة في متوسطاتهم أو في مؤسساتهم بطبيعة الحال للسنوات الماضية، كالسنة الماضية وما قبلها. لعل هذه المواضيع أو هذه الامتحانات تكون زادا معينا ورصيدا إضافيا لأبنائنا وبناتنا للتهيؤ والاستعداد للامتحانات التي هي على الأبواب، فنسأل الله العلي القدير أن يوفقهم وأن تكون هذه الامتحانات التي انتقيناها مفيدة لهم. إذن فبدون إطالة مع هذه المواضيع التي في هذه الحصة سأعرضها فقط، لا أتطرق إلى معالجتها أو حلها. لماذا؟ لكي ننبه طلبتنا وأوليائهم، يعني كتذكير، أعرف أنهم يفهمون هذا ولكن من باب التذكير فقط، أن الطالب هو المعول عليه، يعني فلا يسارع إلى رؤية الحل المقترح في المواقع أو في القنوات على اليوتيوب، وإنما حينما يجد موضوعا يقف عند هذا الموضوع ويخصص له وقتا، كما هو في الامتحان الرسمي يخصص له من 10 إلى 15 دقيقة للتمرين الواحد أو للوضعية الواحدة، ويباشر في حلها مستعينا بكراسه بملخصاته التي درسها، يعني لا مانع أن تكون كراسته وملخصاته أمامه ويباشر في حل هذه الوضعية، ويحدد لها وقتا كما ذكرت، يعني من 10 إلى 15 دقيقة. حينما يستنفذ هذا الوقت عليه أن يتوقف عن حل التمرين حتى ولو لم ينتهي من حله. هنا إن وجد نفسه عاجزا أو انتهى من حله لا بأس أن يعود إلى الإجابة النموذجية التي وضعها الأستاذ، سواء في المواقع التواصلية يعني كالفيسبوك أو ما شابه ذلك، أو على القناة مثل ما نعمل نحن على اليوتيوب. إذن فهذه الملاحظة جد مهمة لطلبتنا، وعلى الأولياء أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار، يعني أن لا نترك الأولاد بالحرية التامة يتصرفون بدون رقابة. إذن فنحن لا نشك فيهم، ولكن عليه أن يعتمد على نفسه أولا، وبعد ذلك يقوم إجابته أو يقيم إجابته، يعرف أين هو موطن قوته وأين هو موطن ضعفه. إذن فهذا الذي أردت أن ننتبه وننبه إليه أبناءنا وزملاءنا الأولياء. إذن قلت فهذه نماذج مقترحة من بعض المؤسسات يمكن أن تكون رصيدا وزادا معينا لأبنائنا. إذن ففي الحلقة سأعرض عليكم فقط المواضيع، وأنتم تستوقفون الشريط الفيديو وتحاولون حل هذه المواضيع، وفي الحلقة الموالية التي سنسجلها بعدها سنتطرق إلى هذه المواضيع بإذن الله
واحدا واحدا، ولكن بطريقة سريعة نوعا ما، يعني تختلف عن الحلول السابقة، بمعنى سأركز على الجانب الشفوي أكثر من الكتابي نظرا لضيق الوقت لا أكثر. يعني بما أنه لم يعد لدينا وقت، نحن اليوم يوم الأربعاء وجل المؤسسات ستنطلق بها الامتحانات الأسبوع المقبل يوم الأحد، يعني إذا فما دام الوقت غير كافي يعني ضيق جدا، سأشرع في حل هذه المواضيع حلا شفويا، ربما إلا في بعض النقاط التي سأقف عليها. إذن ففي الأخير أسأل الله العلي القدير أن يوفق أبنائنا وبناتنا وأوليائهم في هذه المهمة، وما هي إلا محطة دراسية، يعني لا يكون فيها ضغطا كبيرا على أبنائنا وتلامذتنا، فهي مجرد محطة تقويمية لما درسوه وما تطرقوا له خلال هذا الفصل. وكما تلاحظ نحن وضعنا لك هذا الشعار الذي هو بين يديك: من جد وجد ومن زرع حصد، من طلب المعالي سهر الليالي. إذن فسهر الليالي يكون في الدراسة لا في غيرها. إذن في الأخير أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.